مواصلين مشوارنا الصباحي مستمعينا في برنامج نهارك زين لليوم الجمعة 13 أبريل 2018. إن شاء الله جمعة مباركة على الناس كل تسمع فينا وين ما كان صوتنا يوصلكم. في إطار بيان سور مشروعي، البرنامج مشروعي اللي شجع الشباب على الاستثمار وبحث المشاريع انتربرونيا، كيف كيف اللي الهدف من البرنامج هذا هو دفع وتشجيع الشباب على المبادرة الخاصة وبعث المشاريع. في الإطار هذا بحذايا منتفع من برنامج مشروعي سي عز الدين شامخ، صاحب معمل أو شركة شامخ لصنع الكادر والثري. أكيد أكثر تفاصيل مع هو. صباح النور شامخ. صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعين راديو موجة أف أم. مرحبا بك عز الدين شامخ. دونك عز الدين، هو أنت أحد المنتفعين ببرنامج مشروعي. أول حاجة خلينا ناخذ فكرة على كيفاش جات الفكرة أنك تنضم لل المبادرة هذه ولليكيب مشروعي. أول حاجة نقدم روحي، عز الدين شامخ، متحصل على الأستاذية في الهندسة المدنية، صاحب مشروع شامخ لصنع الكادر والترييه. معناتها برنامج مشروعي هذا في إطار دعم الدولة للباعثين الشبان، دخلنا في مع فضاء المبادرة بمدنين، دخلنا في مشروع في برنامج مشروعي. وكل مرة دورة تكوينية، كل مرة دورة تكوينية، حتى اللي جتنا الفرصة باش جيناكم اليوم ضيوف بحثاكم في موجة أفهام. شرفتنا ونورتنا. مرحبا بك عز الدين. دونك عز الدين شامخ، صاحب شركة شامخ لصنع الكادر والتري. شنو هو الكادر والتري؟ أنا قلت لك حسب تكويني أنا قاري هندسة مدنية، اختصاص معناتها اسمنت مسلح بيطون أرمي، وهذا معناتها الشوانط تقولوا احنا بالعربي، الشوانط والمرمى والخرسانه المسلحه والحديد التسليح. معناتها الكادر هو الحديد، نقول بو سته، الحديد سته اللي تلقيه موجود في العرصه. معناتها ديمونسيون مختلفين، معناتها ستاندار، ومن 15 لل 20 30 حتى ال 40 احنا نخدموا بالماكينه معناتها حسب لي كوموند. والتريه هو اللي نقول في الداله، معناتها في اللام نقولوا احنا جماعه المرمى يقولوا اللامات. هذا هو. خلينا نعود الكادر هكا المربع اللي يربطوه الخدامة في العرس باش يديروا به العرصة. صحي. والتري هذا المستطيل اللي يربطوا به الدالات من الفوق. يعطيك الصحة. واضح. شنية الشركة هذه صنع الكادر والتري؟ نعرفوا ثم عباد يعني يجيبوا خدام هنا يقول لك يربط لي في الحديد. صحيح. شنية الجديد في شركة شامخ لصنع الكادر والتري؟ به هو تو شفني، هو تو الدنيا معناتها وقت سرعة. أيه؟ معناتها اليد العاملة صحيح موجودة اليد العاملة، لكن ديما تبقى الانتاجية منخفضة نتاع اليد العاملة. ومكلفة كمان باش تخلص نهار الأول نهار الثاني. يعطيك الصحة. باهي أنا بحكم خدمتي في معناتها مع المهندسين مع المقاولين مع كذا، أنا لاحظت معناتها الإشكالية، أكثر إشكالية هي في خدامة نتاع الحديد، اليد العاملة مختصة في الحديد. ثاني حاجة الديشي غاسبياج تاع الماتيار بريمير. الحديد معناتها يبدا مطيش. دونك جتني الفكرة هذه نتاع المشروع إني نعمل ماكينة أوتوماتيك أكوموند نيميريك تخدم حسب مواصفات فنية وتقنية، معناتها حسب جودة عالية وإنتاجية مرتفعة. معناتها ريتي كي نقارنوها مثلا بخدمة بتاع خدام مثلا اللي باش ياخذ فيه زوز خدامة باش يبقوا فيه 10 أيام، نجم نخدمه بالماكينة في نهار. في نهار ما شاء الله. دونك هذه هني برمي الفوائد اللي باش نجور ركزوا عليهم بأكثر تفاصيل. عز الدين، عز الدين المشروع وين موجود الشركة هذه؟ هذه موجودة في مدنين طريق جابس كيلومتر 4. كيفاش نجموا يتصلوا بك؟ رقم الهاتف 97 202 242، وإلا 27 67 27 49. أكيد باش نعود نذكروا بهم في الأخير. دونك عز الدين، الشركة هذه أكيد عندها منافع برشا وعندها تعود بالمنفعة الناس. بس كما قلت أنت احنا نعيشوا توا في عصر السرعة. أعطينا بعض الحاجات اللي تعود بالحاجات الباهية اللي تنجم ترجع لنا بهم الشركة هذه. واضح، شكرا. انا اول حاجه نخدم معايا في معناتها يد عامله مختصه، نخدم معايا في دي تكنيسيان، نخدم معايا في اوفريه عادي. معناتها ناس تخدم على ارواحها، قاعده تنتج، قاعده تصرف على عائلات عايشه من الخدمه. حليت موطن شغل، موطن شغل. الحمد لله ليا وللثلاثه عائلات اخرين. هذه حاجه. حاجه اخرى معناتها بالنسبه للمستهلك اللي هو باش يشري الحديد، ولا المقاول اللي باش يخدم، ولا صاحب المرمم ولا الدار اللي باش يخدم، رابح ربح كبير. أي. على مستوى السرعه معناتها اللي كان باش تاخذ له 10 ايام تاخذ له كان نهارين ثلاثه. المقاولين عندهم اجال نتاع تسليم نتاع الشوانط نقول احنا، معناتها اجال التسليم عندها اهميه قصوى بالنسبه للمقاولين. معناها كيف يعدي لي كوماندا كيما نقولوا
متاع خدمة جمعة نحضرها له في النهار، هو ديجا رابح خمسة ستة أكيد. أيام أكيد. وعلى مستوى المواد الأولية زاد رابح، ما عندوش ديشي، لكن الديشي اللي يطيش له في الشانتية بالنسبة لنا ما ثماش ديشي، معناتها زيرو ديشي، ممكن شي حاجة قليلة ما تسماش معنا. والتكلفة معناتها كي نحسبوها فلوس، خاطر هو انفان الانسان يحسب بها فلوس أكيد. يشوف روحه اسكو يربح كي يشري من عندي ولا يخدم وحده أكيد. أه تطلع اقل تكلفة، بحكم هي كما قلت لك هي ماكينة اوتوماتيك ما تعطيش شيء، معناتها ما فيها حتى جرام زايد، دونك الربح المادي والربح في الوقت والربح في الشيء. الجودة عز الدين، بالنسبة للجودة هي كما قلت لك هي معناها ماشين اكوموند نيميريك، تخدم بالكابتر وبالكوموند نيميريك و 1 2 مليمتر بري تخدم، معناتها كي نقولوا احنا مثلا كادر 15/20 نعطيها انا الكوموند نيميريك 15/20 هي تخرج لي كادر 15/20، معناتها بدقة عالية وبجودة وحسب مواصفات اللي يقبلها المهندس، خاطر احنا في جرتنا مهندسين يخدموا، نخدم مع مقاول، مقاول وراه مهندس، المقاول بيان سيور ما يرضاش بحاجه ماهيش، يا اما تكون جوده معناتها حسب مواصفات الفنيه والتقنيه ولا ما تمشيش. احنا نخدموا معناتها حسب سوفون لي نورم، سوفون لي نورم بيان سيور، حاجه اللي تكون سوفون لي نورم هي اللي تنجح وهي اللي الفايده، يعني الانسان يعمل ريبيتاسيون باهيه في السوق هذا. قداش ليها الشركه منتصبه توا في السوق؟ توا عندنا عام وثلاثة شهور برسك، عام وثلاثة شهور وتخدموا يعني كان مع المقاولين الكبار اللي ياخذوا يعني شوانة برشا، ولا تخدموا حتى مع الناس العاديين ولا المقاولين الصغار؟ لا شو احنا نخدموا مع الناس الكل، كيفاش ترى؟ احنا حالين نخدموا بابنا مفتوحة للناس الكل، اما نخدموا مع المقاولين كما قلت لك، ونخدموا مع لي كانكويري اللي هم ريفوندور، معناتها يشروا من عندنا الحديد حاضر ويعاود يبيعوه، ونخدموا مع لي بارتيكولير المواطن عادي كيف يجي راهو عندي مرمى باش نخدم كذا، يحسب يقول لي راهو حاجتي بكذا قطعه من تريي كذا قطعه كذا، ياخذهم حاضرين في ماكسيموم معناتها 24 دونك يعدي كوموند اليوم معناتها ماكسيموم 24 والكوموند تكون هذا ربح وقت فريمون كبير ما اكثرش من هيك نتصور. هكا نتصور، وحتى الكليونات راضيين، معناتها كل الناس مقاولين كما قلت لك كانكيوري بارتيكولي، الناس كل اللي يشروا من عندي حتى اللي ما عاودش عنده مرمى واحد اخرى جاب لي جارهم، جاب لي ولد حومتهم، جاب لي ولد عمها، راني خدمت معاه شامخ كاليتي باهية كل شيء معناتها الحمد لله. دي بوشاري بيان سير، الانسان يعمل سمعة باهية مع انسان بيان سير، كل واحد باش يحكي الاخر وهيك يولوا يجوك اكثر بالضبط. الكليونات دونك حكينا على على الماكينة هذه، دونك معك دو تكنيسيان وأوفريي. الطريقة هذه متاع الماكينة انها ما تخرجش حتى ديشي، ما فيهاش ديشي يعني. باش ما نقولوش 0% لا مش 0% فلا كنا بادير 0% تربحك الوقت، الوقت سيختو تحافظ على الجودة. بالضبط، أهم حاجة هي الجودة، الجودة احنا قاعدين نحافظ عليها والحمد لله. به نعود نذكره بالادريس وبين عزدين الناس اللي تحب تكونتاكتيك شنو في مدنين لهم. في مدنين طريق جابس كيلومتر 4 في مدخل البلاد معناتها مش بعيدة، مش بعيدة ايه. عاود ذكرهم ينجم يكلموك على وينجم يكلمون على نمر التليفون 97-202-242 و 27-67-29-49 نوامر سهلين شوي. دونك لولاني 202-242 27-97 والثاني 27 67 67 27 27 49 49 دونك الارقام سهله، تنجموا تتصلوا به شركه شامخ لصنع الكادر والتريعة 97-20-22-42 والا على 27-67-27 دونك شركه شامخ لصنع الكادر والتري. وين موجوده عز الدين الشركه بالضبط والمنتسبه؟ موجوده في طريق جابس في مدنين، طريق جابس كيلومتر 4 في مدخل البلاد، قريبه للناس انا حتى اللي ماشي ما يضيعش انها واضحه على الكيس الرئيسي، على الطريق الرئيسي. تعاود تذكرنا بارقام الهاتف كيفاش ينجموا يتصلوا بك، كيفاش ينجموا يتحصلوا؟ رقم الهاتف 97-202-242 ولا 27-67-29-49 دونك نعاود نذكر مستمعينا بالادريس، طريق مدنين طريق كابس كيلومتر 4 موجوده على الطريق الرئيسي، وارقام الهاتف نجموا تتصلوا بعز الدين على رقم 97-20-22-42 والا على 27-67-27-49. هذه شركه شامخ لصنع الكادر والتري، احنا نتمنى لك نجاح وتوفيق ان شاء الله، يعني البروجي يتوسع وابار كان مش الجنوبك هو ان شاء الله على تونس كامله، على جرجيس على جربه على بنقردان على جابس على
على تونس الكل. دونك شركة شامخ لصنع الكادر وتري عز الدين شامخ مدير الشركة، شنو تحب تقول في الأخير عز الدين؟ بارك الله فيكم، نشكركم على الفرصة اللي تحتوها لي أنتم وبرنامج مشروعي هذا نتاع دعم الشباب. حاب نقول حاجة بركة، معناتها شباب متخرج ومتحصل على شهادة علمية مش لازم يبقى يستنى في الدولة بشها وكونكور ها نحب نخدم في وظيفة عمومية وكذا، يتحرك شوية يعمل شوية مجهود، الدولة قاعد تشجع ويلقى فكرة وبيحب. موجة FM.